اشتكى مواطن من مدينة الديوانية أيضا وصور عمود إنارة مائل والذي قد يتسبب بمشكلة في حال سقوطه على أسلاك الكهرباء المحيطة به. يتساءل أين دائرة الكهرباء من هذا الخلل ولماذا لا يتم معالجة هكذا أمور قبل أن تحدث الكارثة؟ دعونا نشاهد. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رسالتنا دائرة الكهرباء، يعني ما أدري أتم علم لو ما أتم علم. هذا التيل حاليا يم الأقسام الداخلية، جاي تشوفون الميول مالته وضع مائل باتجاه الشارع، وهاي سيارات جاية تمر من جوا، شوفوا أو الانتر، وهذا أبو الدراجة. يعني هذا إذا وقع حسه على سيارة وسواله قدر، يعني ما أدري، ترى علاجه بسيط جدا. وهاي الكابلات جوا كابلات كهرباء، فإذا وقع الكابلات مال الكهرباء نفس الشيء ما يسوي لكم كارثة. فإحنا ليش ندوس عجني ونصيح اسم الله؟ عالج الموضوع من البداية حتى ما يصير لكم كارثة، تجون تعالجون كابلات وصيانة تصير عليكم هواية، وبالمقابل خاف سيارة تتأذى وعائلة تتأذى. ف رسالتنا نتمنى توصل دائرة الكهرباء حتى يعالجون الموقف سريعا. تحياتي.